حبيبي تعال هنا شوف. بابا شو حبيبي؟ هذا الزلمة شو عمل معك؟ ما حدا بيقدر يعمل شي لأبوك يا ابني، ما بيقدر يعمل شي لا إلك ولا لألي، وما بسمح لحدا يقرب منكم. بعدين شو ما بتعرف إنه أبوك قوي كتير يا ولد؟ أصلاً ما في أقوى منك. إيه حبيبي ما في حدا أقوى مني، أبوك شجاع كتير وما بيخاف من حدا بنوب غير من الله. اسمعني لإلك، إذا إجا هذا الزلمة مرة تانية لا تحكي معه. إيه؟ ليش؟ ما قلت لي إنه كان رفيقك؟ بلا كان رفيقي، بس عمل مثل ما عم بقول لك. مثلا إذا قال لك تعال نحكي أو نروح لشي مكان، شو رح تعمل؟ رح تسمع كلام أبوك، تمام؟ وعد؟ بوعدك بوعد رجال. إيدك هون. خالي صبيحة عطتني هدول مشان نقيهم. يعطيكي العافية. دهان يعني ما أناك ملاحظ أنك على طول عم تاخدني وتجيبني وبعطيك تقرير عن كل شي بعمله كل اليوم، بس أنا ما بعرف أنت شو عم تساوي. إيه يعني من هلأ أنت كمان رح تبرر، يعني رح تخبرني وين رايح ومين رح تشوفه وشو رح تعمل بالضبط. هاد تليفوني. إيه بيريل. دهان لقيته، لقيت المستشار المالي تبع بابا. أنا لازم شوفك فورا. تمام جاي فورا. بيري لقيت المستشار المالي تبع أبوها. أنا رح روح. وأنا جاي معك. ما في مشكلة تعي. لوين يا ابني؟ أنا مشغول أمي. خلصتي تنقيت الرز بنتي؟ أي نقيتهم خالي صبيحة، بس لازم روح مع دهان هلأ. أي بنتي أي، أصلاً عطلتك عن شغلك اليوم. خالي صبيحة؟ شو صار لك؟ اتشنج ظهري، بس خليني أحط. يا الله. لحظة رجعي لورا على مهلك. يسلموا إيديك يا حبيبتي. يا ربي شو بدك ساوي لك؟ هلأ بتروح بنتي، إلا بالعادة تصير، ما يهمك. طيب قولي لي بدك اخذك على الدكتور؟ لا محرزانة ما في مشكلة. سنة 1979 بلشت بالشغل تبعي، ومن هداك اليوم حتى تقاعدي ما رميت ولا وثيقة ورا، احتفظت بكل شيء. أرشيف 38 سنة موجود بالمكتبة بالبيت. طيب أنت قدرت تلاقي الشيء اللي قلت لك عنه على التليفون عم حسين؟ أنت سكرتي التليفون من هون وأنا رح أدور. هنن هون. قبل ما تجوا لقيته ودققت فيه. بنفس التاريخ اللي قلتي هدول الحوالات المالية، بأربعة يناير سنة 2006 الساعة 9:53 حولنا مبلغ بقيمة 1,000,000 ليرة. ولمين بعتوا الحوالة؟ نظري مو مثل نظرك يا ابني. سبور خليل، خليل سويسور. مين؟
وثائق مزورة، شكلهم اشتروا المستشار كمان. دهان، سالفي، هلأ بيبرد الأكل يا أولاد، نحن عم نستناكم، وين رحتوا؟ يلا جايين خالة صبيحة. يعني تخيلي، زوروا وثائق مشان تكون دليل ضدي من هذاك الوقت، إنه بابا بتسي زائي كارالي بمليون ليرة كاملة، وفوق هذا أخذ المصاري. شوفي هاللعبة الوسخة. في طريقة واحدة لنعرف إذا الوثائق مزورة ولا لا. رح ناخدها من الزلمة بالقوة وندقق فيها. يعني نروح نخوف زلمة ختيار مو معقولة بنوب. منروح على المصرف وهنيك منشوف إذا كان هذا المبلغ تحول فعلا. أكيد مو موجود. هذا رح يكون لصالحنا، رح نكون كشفنا أنه في مؤامرة صارت قبل 11 سنة. مزبوط. في شغلات حلوة بالبيت اليوم. طلبتي حضروا أكلات بتحبها. أنا ما قصدي أقول هيك، بس ماشي يسلموا. طيب فوت خود دوش قبل الأكل مشان تريح. فايت. إيه شو عملت اليوم؟ ولا شيء، بالبيت. يعني ما طلعتي ابدا؟ اليوم رحت على النادي، كان كتير ممل لدرجه نسيت اني رحت، بس ما قعدت كتير هنيك. ايه شو صار معك مشان موضوع المحامين؟ شوفي حياتي، انا عم حاول اجمع احسن المحامين بالبلد مشانك. انا عم فكر روح على المكتب. فكرة كتير حلوة، شو بدي أحسن من هيك؟ يعني أجمل مرة بالعالم راح تكون موجودة جنبي. رح نشف شعري. إيه؟ ليش عم تطلع فيني وانت مزعوج؟ خايف اني موت؟ ها؟ بعيد الشر بابا. ايه هو بعيد الشر، بس بده يجي الوقت يا ابني. لشو هالحكي هلا؟ بابا ليش هيك عم تحكي؟ عن جد بلا هالحكي، يعني ما في داعي تزعج الاولاد وهنن عم ياكلوا. كان لازم تفكري بهالشيء قبل ما تسقيني الحليب كل يوم يا ست صبيحة. شي يوم رح موت فجأة بسبب هذا الحليب. دير بالك معناها. عمو خليل، انت عندك شي بكرة؟ لا ابدا، خير يا بنتي. نحن بدنا اياك تروح معنا على المصرف.
مشان يحط التعويضات يعني؟ لا بنوب، هدول منعملهم اليوم أو بكرة، نروح مشان شي تاني. ماشي بنتي، أنا جاهز. أنت بس اطلبي، مو بس على البنك، مستعد روح معك لوين ما بدك. بس أنت عم تحكيني هلأ عن حوالي صارت من 11 سنة، تخيلتي الموضوع؟ أنا عم أحكي عن مبلغ كتير كبير، هدول مليون ليرة. هدول موجودين بحسابي؟ شو ربحنا لي نصيب؟ ليش ما عندي علم فيهم؟ هلأ رح نفهم بابا. لهالسبب أنتوا لازم تحتفظوا بالسجلات بورق الحوالات اللي بتكون فوق حد معين. أي طبعاً أكيد. بظن أنه ما بتحبي أنه المصرف يدفع فاتورة عدم اهتمامك، ما هيك؟ طيب استني، رح راجع أرشيف الحساب، ممكن هويتك لو سمحت؟ حاضر. جاهز؟ ايه جاهز. بتحبي حط لك يا ملأ؟ ما في داعي، شكرا. بنفس التهمة مرتين، بس أكيد هالشي رح ينضاف للملف، يعني إذا ما ضفناه نحن أكيد المدعية رح تصل لهي المعلومات. بس ليش لحتى يدخلوا أبي؟ يعني ليش بابا؟ هذا حساب هالزلمة المعتر، أنا بوقتها كان عندي حساب منحة، ليش بابا؟ وأنا ما فهمت ابنه، بس أكيد رح نعرف. بوس إيدك، ترك هذا الموضوع بقى، أنا بترجاك
عن جد أنا خايفة كتير وعلى حالي. أنا صرت خايفة إنه يعملوا لك شيء إلك أو لأهلك. دهانا دول الناس واصلين كتير وبيقدروا يعملوا شو ما بدهم. دهان لو سمحت. دهان ما بده شيء، أهم شيء إنه بابا ما يصير له شيء. هلا نشكر الله. دهان لازم يترك الموضوع. عم بمزح. رح أعمل شي تاني، لازم تشوفي وبعدين بتروحي. اهدى شوي يا زلمي، شباك انت. هات اعطيني سلاحك. جيب له هداك الكرسي، خليه يقعد عليه. We'll be right back.
وقف! خلص بقى! وقف! وقف! بكفي الله يلعنك! وقف! 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 وخلينا نحكي. شو رح نحكي؟ بدك تختاري يا أخوكي يا دهان. لك خلاص، لو سمحت لو سمحت بترجاك وقف، بترجاك خلينا نحكي بس شوي. رح أعمل مثل ما بدك. أنا رح حطه لدهان بالسجن. بس بشرط إنك تترك أخي. هلأ إذا وفيتي بوعدك إلي رح أتركه يروح، بس مو قبل ما تحلي موضوع دهان بالأول. معناها لازم نتعاون مع بعض. أنا شريك منيح فوق ما بتتخيلي. شو بدك أكتر؟ أول شي ما بدي حدا يعرف حتى أخي إنه أنا وياك بدنا نتعاون مع بعض. إيه، شو كمان؟ رح نكون على تواصل وقت الحاجة، إذا أخذت توجيهاتي بشكل جدي أكيد رح توصل لهدفك. أوكي، أنا شايف إنه هذا العرض كتير منيح ورح أوثق فيك، وبكل الأحوال عندي ضمانة. شو كمان؟ اضربني. شو؟ بدي تضربني. أنا مو واطي لدرجة إني أضرب مرة. كيف رح يصير اللي بدك إياه إذا ما رديت من هلأ؟ رضا، سيفي، لا تضربوها على وشها لأنها كتير حلوة. شوفوا شغلكم. يا
انتو اتنين رجليكم بالفلقة سوا. مين هذا هلأ؟ أوه، لو المكالمة مو مهمة ما بترككن. ألو؟ فخري، فخري بايسان هلأ راح لعنده. وشو بتقترحي؟ برأيي خليه يشوفه للزلم، بس لازم تنتبهوا كتير منيح. دهان بيعرف إنه بلدان ماتت بسبب قصور بالقلب. خلي فخري يقول له انه الطفل افترت عليه مقابل مصاري. ورجو صوره شخص للطفل وهو انت. عمليه تحويل مبلغ وهيك شيء ما بعرف. جابوا البنت الصغيره وعلموها اذا سال الشرطي تقول انه انت القاتل والمقابل مليون ليره. مليون ليره؟ ويقول له انه ضحكوا عليه وانه ما بيعرف الرجال وانه ما قدروا يلاقوه. وبعد هذا الحكي انت واخي ما عاد رح تكونوا هدف لداهم. شو اللي صار؟ بتقدر تشرح لي؟ شو؟ للحظة كنتوا رح تقتلوا أبو لدعهم. لا تبالغي، هاد مجرد تحذير حتى يحس إن الموضوع جدي. بس أنا بعرف كتير منيح إنه الموضوع جدي. عن جد؟ أنت عم تستغبيني؟ ولا أنا هيك حاسس؟ ها؟ لك أنا ماني مضطرة إنه أختار. رجعنا نعيد نفس الحكي؟ لا ما فهمت قصدي. أنا اللي بدي أقوله أني مو مضطرة أبداً أتخلى لا عن دهان ولا عن أخي. دهان رح يترك هذا الموضوع. استسلم خلاص، من هلأ ما بده إياك ولا بده أخي. وما بده إياكي. ما عاد رح يعمل لك مشاكل، ما في داعي حدا يصير له شيء. خلونا نسكر على هالقصة، دهان ما عاد يشكل خطر عليه. تمام؟ كنت ما بدي أقول لك بس قديشك وحدي غبية. أنياب الأسد تلطخت بالدم، تتوقعي انه يتراجع؟ دقيت المسامير على تابوتك. عم جهز لكم ثلاث قبور رح ادفنكم فيها وانتوا عايشين. قديشك وحدة غبية. أنياب الأسد تلطخت بالدم، تتوقعي إنه يتراجع؟ دقيت المسامير على تابوتك. عم جهز لكم ثلاث قبور رح أدفنكم فيها وأنتوا عايشين.